يا اهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الجديد سلسله مغامرات كولومبيا. برنامج رهيب، جايبين فريقين نبغاهم يتقطعوا باحلى التحديات اللي حنعملها. نبغاكم تتنافسوا من جد على اقصى حد. اول شيء حنسوي اليوم اننا لازم نروح نكتشف حافه العالم. حافه العالم مكان مره رهيب. انا بصراحه ما كنت متوقع انه في اماكن مغامرات رهيبه حتكون في السعوديه، فانا سعيد ان انا اكون جزء من هذا البرنامج. معاكم عمر عبد الرحمن، معاكم رام حرق. مره متحمس اعرف مو بس عمر، اعرف على العالم، على السعوديه وجمالها. يلا بينا، جاهزين شباب؟ جاهزين. 3 2 1. لا 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 لا، روح انت جابتنا في نص الصحراء. ايش رايك؟ ايش المكان الجميل هذا؟ هذا المحل اللي هو حافه العالم، edge of the world. اوكي. وكثير ناس ما يعرفوا ان هذا كان قاع البحر. هذا كان بحر. هذا كان بحر. هذا كان بحر. هذا من الاف السنين طبعا، ما كان امس ولا قبل امس، هذا كان هذا المكان اللي يقولوا انه كان محيط في السعوديه. هذا هو. هذا المحيط طبعا. يبغى نسمع اسامي فرق منكم عشان نعرف نناديكم. عندكم اسماء في بالكم؟ لازم تختاروا اسامي. المنتقمون. 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 ردوا على المنتقمون باسم كذا. المتحدون. المنتقمون والمتحدون. روحة جابتنا المكان الرهيب هذا، وأنا جبت لكم ثلاثة تحديات رهيبة. رح نبدأ التحدي الأول بأنكم لازم تروحوا هايكينج لقمة العالم. بمجرد ما توصلوا هناك رح توصلوا للمرحلة الثانية، وهي أنكم تبنوا خيمة. وبمجرد ما تبنوا الخيمة في طلب ثالث صراحة أنا ضفته كده من عندي، يبغاكم تولعون لنا نار لأنه صراحة جو بارد. بارد شوية. فالفريق اللي راح يخلص أول هذه الثلاثة مهام راح يكون فايز معنا إن شاء الله. تمام؟ جاهزين؟ تمام. جاهزين؟ جاهزين. 3 2 1. Yes. لي أكبر تحدي سويته في حياتي، أنا واحدة عندي فوبيا من المرتفعات. خلصت التحدي الأول ووصلنا على حد العالم، ودحين جاهزين إن شاء الله تكونوا كلكم للتحدي الثاني اللي هو حد ثاني. راح يكون تحدي التخييم. التحدي الاول شوفي منكم منافسه شرسه، مشينا ما شاء الله مسافه مره طويله، الان نبغى نرتاح، نبغى مكان نريح فيه، فراح نبني خيمه مع بعض ان شاء الله. الفريق اللي حيخلص اول راح يحصل على نقطه، ونشوف مين الفريق الفايز معنا اليوم. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. واخيرا انتهينا من فقره تركيب الخيام، والان نقدر ناخذ غفوه حلوه صغيره. بس قبل ما ناخذ الغفوه هذه لازم نقيم من الخيمه الاحسن. صح. من وجهه نظري الصراحه، والله الصراحه انا ما افهم في الخيام هذه، انت ايش رايك؟ لازم اشيكم الفريقين عملوا جهد ممتاز، ما حقول بس في فريق عمل افورت احسن كفريق وما استعجلوا، فنشيك الشيك تيست اللي هم يسووه. اوكي. شيك تيست. واو، ثلاثة ولا؟ لا طلعت. سمعت عن محاولات الغش اللي صارت ولا المشاكل اللي صارت؟ مو غش، يمكن يتحمسوا في حماس، وانا انبسطت لما شفت الحماس. اوكي؟ طيب، تفضل سوي. لازم تجي تجربة شخصية يعني. سوي شيك تيست. بسم الله. ما اعرف عن الرأي الفني لراه، بس خلينا نشوف. لا لان هنا حصل. اوكي اوكي، اعطينا وجهه نظرك الفنيه بحكم خبرتك في الموضوع ده. الفريقين عملوا افورت ممتاز، انه اعرف ان هم ما عندهم باك جراوند مره جامد، واهنيهم هم الاثنين. وصراحه برايي الفريق اللي يفوز هذا از هذا الفريق. هذا الفريق. وصلنا للتحدي الاخير يا اخوان، الجو بدا يبرد، الليل بدا يحل، وبصراحة نحتاج شوية نيران تدفينا يا اخوان. نعم، بس مو ولاعة نار، هنولع نار بهذا الشيء، تعرف شو هو؟ شغل، بيسكلي هذا شغل. هذا مو للسرفايفل الان شغال. هذه النار من اهم الاشياء للسرفايفل، حيكون الفايز بسيط.
أول فريق يشب نار يشب النار يفوز، مو بس يولعها، لا يشبها ويفوز. وأنا أشجع الفريق الفائز لأني بردان، فاللي خلص بسرعة أنا مرة أحبه. شباب جاهزين؟ جاهزين. 3 2 1 يلا عليها. حلو حلو حلو، قربت قربت قربت. حلو حلو حلو. كان تحدي جميل جدا بالراليات اللي طلعنا فيها، بالبرد، بالأجواء، كان شيء حلو 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 مرة، فوق المتوقع للأمانة. كذا يوم شفته يعني كان مرة مرتفع، وكان الواحد لازم يزوره مدام هو موجود في المملكة، لأن في يعني مرتفعات عالية وفي مناظر عجيبة تبهر. أجتمع وتقابل أنا والفريق، لكن كانوا جدا ممتازين وروحهم ممتازة، والتعاون كان مطلوب من أول دقيقة في التحدي إلى آخر دقيقة. يا سلام، في أحلى من كذا نهاية للحلقة؟ في أحلى من كذا نهاية للتحدي، ولا إيش رأيك يا ماما؟ صراحة نهاية مرة حلوة. فريق المتحديين اللي هو فريقي أنا فاز في الآخر، بس أنا أقول بصفة عامة الفريقين عمل جهد ممتاز، وأهم شيء إنك تعلمت شيء جديد. هذا يعمل راب أب رائع لليوم الأول لحلقة المغامرة. كل واحد فيكم يستاهل تحية، أعطونا تحية يا أخوان. تحية فريق المتحدون اللي فاز معنا في التحديات اليوم، وهذه تكون نهاية حلوة لحلقتنا اليوم إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية. كان معكم عمر عبد الرحمن ورام حرق في برنامجنا سلسلة مغامرات كولومبيا. نشوفكم على خير، السلام عليكم.